تستعد المملكة المتحدة لإنجاز مشروع ضخم في الطاقة الشمسية يطلق عليه مشروع تنوير، وسيتم من خلاله بناء مولدات للطاقة الشمسية في الصحراء التونسية، مما يخول لتونس إنتاج هذا النوع من الطاقة وتصديرها إلى أوروبا. ذلك ما أعلن عنه اليوم السفير البريطاني بتونس بعد لقاء جمعه بقصر قرطاج مع السيد محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت. اللقاء الذي حضره مستثمرون في الطاقة الشمسية ورجل الأعمال البريطاني كيفن سارا تم خلاله التطرق إلى قدرة تونس على تطوير نسيج صناعي في تقنية تركيز وبناء المولدات الشمسية، بما يجعلها رائدة في بلدان المغرب العربي والخليج. هذا المشروع يعتبر مهما جدا بالنسبة لتونس، ونحن سعداء جدا بالتعاون الذي وجدناه من الحكومة التونسية وشعبها، مع العلم أن هذا المشروع سيكون في إطار شراكة مناصفة بين رأس المال التونسي والأوروبي. ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في دفع وتركيز نواة صناعية تونسية في مجال الطاقات المتجددة، ليس في شمال أفريقيا فحسب، وإنما أيضا في أوروبا وباقي دول العالم. Pays de l'Afrique du Nord et du Golfe.